أهلا وسهلا فيكم معنا الليلة لختام مهرجان الفيلم اللبناني بالدورة 13 لهالسنة. نشكر حضوركم يلي كان كتير كتير كبير هيدي السنة، وشي عن جد بكبر قلب، بيعطينا أمل لسنة الجاي إنه يكون الفستيفال بعد أكبر وأنجح من هيك. الليلة رح نوزع جوائز للأفلام يلي اختيرت من لجنة التحكيم. بدي أذكر إنه قبل المهرجان كانت ورشة عمل خاصة بالكتابة قامت فيها الـ FFF ماد. المشاركات بهالورشة موجودين معنا الليلة لنسلم واحدة منهم جائزة. بدي أدعي كارول مزهر لحتى تحكينا عن هذا الموضوع وتخبرنا شو صار.